أهلا بكم في مطروح للنقاش. لم تعد أوروبا بعيدة عما يجري في الشرق الأوسط. التأثيرات والانعكاسات والتوترات المتفاقمة والتصعيد المستمر في المنطقة التي تغلي فوق بركان من نار وغضب باتت متشابكة بشكل أكثر قربا وعمقا عما سبق. الأمر الذي دفع أوروبا لتعرب عن قلقها إزاء ما يجري في غزة ولبنان والعراق واليمن، حيث تتقاطع الخيوط جميعها لتفضي في الأخير لنتائج لن تكون كارثية على المستوى الإقليمي وحسب، بل ستطول الآثار السلبية العالم كله، وستندلع النيران نيران الغضب لتأكل اليابس قبل الأخضر في عالم ربما يتأهب لمرحلة حاسمة. المؤكد أنه بعد انقضائها لن تعود الأمور لسابق عهدها. التصعيد الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لبنان بعث برسائل مقلقة لعدد من الدول الأوروبية التي بدأت خطط إجلاء رعاياها تحسبا لحرب شاملة قد تندلع بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله. كيف ستتعامل أوروبا مع هذا الوضع؟ هذا هو السؤال. وأيضا كيف ستتصرف حال نشوب الحرب في لبنان؟ سؤال آخر وموضوع مطروح لنقاش. سياسات تصعيدية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لبنان، كيف تنعكس أثرها على أمن أوروبا؟ في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع حزب الله ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي محاولات للتهدئة، طالب متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية المواطنين الألمان في لبنان بضرورة المغادرة على وجه السرعة خوفاً من توسيع الصراع بين حزب الله وإسرائيل والدخول في مرحلة الحرب الشاملة، الأمر الذي يكشف عن قلق أوروبي بالغ بسبب ما يحدث في لبنان. ليست ألمانيا وحدها من استشعرت القلق حيال مواطنيها في لبنان، حيث أكد الرئيس القبرصي تلقي بلاده طلبات من قرابة 10 دول للمساعدة في إجلاء رعاياها من لبنان حال اشتعلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله وتوسع الصراع في الشرق الأوسط، الأمر الذي ينعكس بدوره على الأمن القومي الأوروبي ويتطلب تحركاً دولياً حقيقياً وفعالاً للتعامل بشأنه. ما ينتهجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من سياسات تصعيدية جعلت المنطقة على صفيح ساخن طوال الوقت. لم تعد سياسات مؤرقة لغزة أو لبنان أو دول المنطقة الأكثر قرباً فقط، بل انتقلت موجة التوتر إلى أوروبا التي باتت تستشعر قلقاً بالغاً ليس حيال مواطنيها فقط، ولكن على مستوى انعكاسات هذه السياسات التصعيدية من جانب الحكومة الإسرائيلية على الأمن الأوروبي في ظل إصرار نتنياهو على مواصلة التصعيد. لنبدأ النقاش وينضم إلينا من القاهرة الدكتور جهاد الحرزين أستاذ القانون جامعة القدس، أهلا بك دكتور. وأيضا من لندن الأستاذ أكرم عطل الكاتب والباحث السياسي، وإلى برلين دكتور خليل عزيمة الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي المتخصص في الشؤون الدولية، أهلا بكم ضيوفي الكرام. وبالطبع بكم مشاهدين أبدأ من القاهرة. إذن طالب متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس الأربعاء المواطنين الألمان في لبنان بتنظيم رحلات المغادرة بأنفسهم مهما كلفهم الأمر. هذا التصريح كيف يمكن قراءته في ظل الأوضاع الراهنة؟ يعني أولا بعد التحية لك وللضيوف الكرام ولكافة المشاهدين، أعتقد بقى ما يجري اليوم هو عبارة عن حالة من التوتر وحالة من جس النبض، خاصة في ظل رفع الشعارات من كافة الأطراف في المنطقة سواء من قبل دولة الاحتلال أو من قبل حزب الله أو من العديد من القوى في
المنطقة، الأمر الذي يدلل على أن هناك حالة من الارتباك بعدما نجح نتنياهو فيما يسمى بخلط الأوراق في المنطقة بعد عمليات الاغتيال وبعد الهجمات التي يشنها بشكل متواصل في لبنان، الأمر الذي أضفى حالة من القلق لدى هذه الدول، وخاصة نحن نعلم جميعا بأن هناك ارتباطات ما بين دول المنطقة وما بين الدول الأوروبية، وخاصة أن الدول الأوروبية تخشى أن تنتقل موجة من عمليات الهجرة ومن عمليات التطرف داخل دولها بعدما شهدت العديد من التظاهرات الكبرى داخل هذه الدول الرافضة لإجراءات الاحتلال والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي. من هنا جاءت التحذيرات للمواطنين سواء على صعيد الألماني الفرنسي الأمريكي، رغم كل التدخلات التي تجري الآن من أجل تهدئة الأوضاع، ورأينا المبعوث الأمريكي هوكشتاين الذي منذ اللحظة الأولى وهو لا زال يجري المحادثات، كذلك منسق السياسة الخارجية جوزيف بريل والعديد من الدول، بدأت التحرك الرئيس الفرنسي بما يتعلق بضرورة الحفاظ على الأوضاع القائمة، علما نحن على مدار 10 شهور متواصلة ولا زالت الأمور ضمن قواعد الاشتباك، ولكن التصعيد في اللغة الإعلامية العسكرية التي جرت سواء من قبل جالانتي ونتنياهو بأنه إذا تم ضرب منشآت مدنية سيتم محو بيروت أو جعل بيروت كمدينة غزة، وبعد الخطاب حسن نصر الله والذي أبدى من قبل. ربما أنا سألت هذا السؤال دكتور لأنه هل هذه التصريحات ربما في إطار الإجراءات الاحترازية فقط أم لها أبعاد أخرى أو ربما انعكاسات نقرأ من خلالها سيناريوهات قادمة؟ يعني أعتقد بأن هذه التصريحات هي أولا عملية للوصول إلى مرحلة ضبط النفس أو الوصول إلى أن يكون هناك حالة الرد من كافة الأطراف أو حالة المعركة القادمة من كافة الأطراف أن تكون في إطار أو في سياق محدد، هذا السياق الذي لا يخرج عن قواعد الاشتباك المعمول بها على مدار أكثر من 10 أشهر متواصلة، ولذلك خشيت كافة الأطراف من تحول الأمر إلى معركة إقليمية كبيرة واسعة، وهذا يتطلب أن يكون هناك مجموعة من التصريحات حتى يعطي السياسيين فرصة التراجع عن المواقف التي تم إعلانها أو عدم الخوض أو عدم فتح الجبهات، وخاصة نحن نعلم بالأوضاع داخل دولة الاحتلال ما سواء من قبل المعارضة أو الأوضاع داخل دولة الاحتلال ما يتعرض له على مدار أكثر من أسبوع من حالة من القلق وحالة من الإجراءات الاحترازية التي كلفت الاقتصاد الإسرائيلي وعائشة المجتمع الإسرائيلي في حالة من الرعب، كذلك الأوضاع داخل لبنان وهذا ما يتعرض بما أبرزه أو تصرح به قادة الأحزاب اللبنانية من عدم إدخال لبنان في معركة لن تقوم من بعدها، أو بأن الشعب اللبناني يجب أن يدفع ضريبة أحداث جارية، وكذلك الأوضاع التي تمر بها سواء من أوضاع اقتصادية وغيرها من الأوضاع، كل ذلك هو مدعاة لأن يكون هناك رسم لما هو قادم أو سيناريوهات لما هو قادم، إما أن نبقى ضمن قواعد الاشتباك المتفق عليها أو أن يكون هناك يأخذ من كلامك دكتور خارجية. وما تفضلت به وأذهب إلى أستاذ أكرم. أستاذ أكرم، هل تستطيع أوروبا الضغط على نتنياهو فيما يتعلق تحديدا بوقف التصعيد الآن في لبنان؟ مساء الخير لكم ولجميع السيدات والسادة المشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. وتستطيع أوروبا الضغط على نتنياهو لوقف التصعيد في لبنان؟ لم يعد الأمر يتعلق ببنيامين نتنياهو، فشلت دول أوروبا سابقا في منع بنيامين نتنياهو من أن يفجر المنطقة. نتنياهو ذهب بعيدا وكان يعرف ماذا يريد. لبنان حلقة من الحلقات وقطاع غزة كلها أصبحت مترابطة، والآن إيران دخلت على الخط بعد إقدام إسرائيل بنيامين نتنياهو على قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ما شكل صفعة وإهانة كبيرة لإيران لا يمكن أن تتجرعها بدون رد. بالتالي نتنياهو كان يعرف ما الذي يريد، دفع المنطقة ولم يكن الأمر محض مصادفات أو فرصة توفرت له، لا كان يحسب جيدا ويعرف ما الذي سيحدث بعدها. بنيامين نتنياهو منذ سنوات وهو يتحدث عن ملف حياته، ملف الإيراني، في شبكة فيديو قبل أيام كان يوزع
في لقاء مع صحفي كان يقول، سأل الصحفي من هو العدو الأول لإسرائيل، قال له الإيراني. ثم اقترح نتنياهو على الصحفي أن يعدد له ثلاثة أعداء بالترتيب، فقال له إيران ثم إيران ثم إيران. وبالتالي بنيامين نتنياهو كان يريد توريط، خاصة بعد أن قالت الولايات المتحدة الأمريكية أنه نتنياهو لم يبلغنا مسبقا بنيته باغتيال رئيس المكتب السياسي، ما يعني أنه كان يخلق الطاولة في وجه الجميع، يستدعي يجر الولايات المتحدة الأمريكية من أنفها لصراع، ويدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تتخلى عن إسرائيل. إسرائيل مسألة متفق عليها بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهي مسألة أمن قومي أمريكي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ستنجر إيران من ناحية لا تستطيع أن لا ترد. صعب الموقف الإيراني، إذا كانت تخسر في الرد فإنها أيضا خسارتها لا تقل فداحة عن عدم الرد، وبالتالي هو على الجميع بمأزق. المستفيد منه بنيامين نتنياهو إذا ما ردت إيران، وبالتالي ستضطر الولايات المتحدة للدخول، سيرد هذه المرة على إيران في قلب إيران كما حدد به. ولذلك أنا سألت تحديدا أو نركز اليوم تحديدا على الدور الأوروبي، يعني هل تمتلك أوروبا أوراق ضغط الآن حقيقية وفعالة على نتنياهو لوقف هذا التصعيد؟ أنا ربما توسعت في الموضوع، لكن هو يحمل إجابة موسعة، أنه هناك مصلحة لبنيامين نتنياهو لا يستطيع أحد من الضغط عليه للتراجع عن مصلحته. أنا كنت أستعرض بهذا الشكل الموسع الذي بإمكانه كل من يستمع لما أقول لوحده يدرك أو يستنتج أنه سيفشل الجميع في الضغط. هذه مصلحة إسرائيلية، مصلحة لبنيامين نتنياهو، فرصة لن يفوتها، لحظة تاريخية توفرت له التقطها بدهاء شديد، وبالتالي إمكانية أنه يضغط عليه للتراجع عن مصالحه وللتراجع. المسألة الثانية لم يعد على أمر يتعلق نتنياهو، ضرب ضربته الآن يتعلق بإيران وحزب الله، هل يستطيع منعهم؟ هكذا هو السؤال. يستطيع منع نتنياهو؟ ضرب ضربته، أهان إيران، وخسارة كبيرة لحزب الله، وبالتالي خلص ما بعدها ما عندش ولا عملية اغتيال لا في إيران ولا اغتيال كبير في مناطق بيروت. الآن ردة الفعل، نحن ننتظر ردة الفعل، فعل تم بكل الظروف. ليس هناك ضغط على بنيامين نتنياهو، الضغط على بنيامين نتنياهو ربما يكون بصفقة لها علاقة بغزة، فاجأ الجميع بنيامين نتنياهو لأن قال الحرب في غزة لن تنتهي قريبا، يمكن أن تقبل إيران وحزب الله بصفقة كبيرة يسحب بسحب الجيش الإسرائيلي، وهذا كان معروض. أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية يناقشون هذا الموضوع، وربما قدم للأطراف هذا الموضوع، ولكن بنيامين نتنياهو قطع الطريق على الجميع بقوله أن حرب غزة لن تنتهي قريبا. طيب دعوني أذهب إليك دكتور خليل عزيمة، كيف تبدو الآن شكل العلاقة ما بين أوروبا وإسرائيل، وخصوصا بعد 7 أكتوبر؟ هل حدثت حالة من الإبعاد أو ربما الشرخ في العلاقة ما بين أوروبا وإسرائيل برأيك؟ تحياتي لكم ولمشاهدي الكرام وللضيوف الأكارم. دعينا نقول أن الموقف الأوروبي باتجاه ما يحدث في الشرق الأوسط لم يتغير من 7 أكتوبر، وإنما تغيرت المعطيات والأحداث على الأرض. فالموقف البدائي للدول الأوروبية كان عبر ما شوهد في المقاطع في 7 أكتوبر، ولكن الرد الإسرائيلي الإجرامي بحق شعبنا في غزة والمجازر التي ارتكبت هي من غيرت الموقف الأوروبي باتجاه الأحداث في الشرق الأوسط، ورأينا ذلك انعكاسه باعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين، وتزايد الدعم الشعبي الأوروبي للشعب الفلسطيني. أعتقد أن العلاقة ما بين إسرائيل والدول الأوروبية لن تتأثر كثيرا بما يحدث بهذه الأحداث وهذه التوتر والانتظار لما سيحدث في الشرق الأوسط. الدول الأوروبية
تنظر بقلق شديد جدا إلى ما يحدث وإلى إمكانية حدوث حرب شاملة في المنطقة. ما الذي تخشاه الدول الأوروبية تحديدا؟ يعني ما الذي تقصده تحديدا فيما يتعلق تخشى توسيع دائرة الصراع والمتسبب الرئيسي فيها إسرائيل؟ طبعا الصراع الشامل أو توسيع الصراع إلى حرب شاملة هو مطلب مطلب لشخص وحيد هو بنيامين نتنياهو، ويمكن يكون هناك بعض الأطراف، ولكن الجميع لا يريد التصعيد. ماذا يعني التصعيد في الشرق الأوسط؟ أوروبا خرجت من جائحة كورونا بوضع اقتصادي صعب جدا، تلاها مباشرة الحرب الروسية على أوكرانيا. هذه التراكمات جعلت من الاقتصاد الأوروبي يهتز قليلا. نتصور لا سمح الله أن حصلت هذه الحرب الشاملة في الشرق الأوسط، هذا يعني قطع الإمدادات سواء التجارية، ارتفاع شديد بأسعار النفط والطاقة، وهذا يؤثر على الاقتصاد الأوروبي. ورأينا حتى أن الأحداث أو عرقلة الملاحة في البحر الأحمر لم يؤثر فقط على دخل جمهورية مصر العربية من قناة السويس، وإنما أثر أيضا على الدول الأوروبية وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ. هذا من الناحية الاقتصادية. إذا نشوب أي حرب في الشرق الأوسط سيؤثر اقتصاديا بشكل مباشر أو غير مباشر على الوضع الأوروبي. ونضيف لذلك نقطة هامة جدا، حدوث أي تصعيد في الشرق الأوسط يعني زيادة موجات الهجرة باتجاه أوروبا، وهذا ليس فقط سيكون فقط من الدول التي هي تتعرض مثلا من لبنان أو من سوريا أو من مناطق العراق التي ستكون فيها لا سمح الله الحرب الشاملة، وأيضا من أغلب الدول الآسيوية والأفريقية ستكون هناك موجات كبيرة باتجاه أوروبا. ونعلم أن أوروبا تعاني الآن من صعود اليمين المتطرف، وبذلك هناك مشاكل داخلية، هناك يمكن أن يستغل. نقطة لافتة دكتور خليل، يعني تستحق المناقشة، فكرة إلى أي مدى تأثرت أوروبا حتى داخليا على المستوى الاقتصادي أو ربما حتى الاجتماعي بعد كل هذه الانتهاكات من قبل إسرائيل واختراق القانون الدولي والإبادة الجماعية والمجازر التي تفعلها إسرائيل في غزة، وأيضا تصعيد الأمور إلى لبنان وغيرها. أذهب إلى القاهرة دكتور جهاد بهذه النقطة لنناقش بعض التفاصيل. بداية، كيف ترى التأثر داخليا في أوروبا؟ كيف تأثرت اقتصاديا وداخليا؟ يعني قبل أن أجيب على هذا التساؤل لابد من التعليق على قضية أو نقطة تفضل بها الزميل من برلين التي تتحدث بأن نتنياهو يرغب بحرب إقليمية واسعة. أولا علينا التأكيد على أن إسرائيل لن تستطيع أن تفتح عليها أكثر من جبهة في آن واحد، نتحدث عن جبهة قطاع غزة على مدار 10 أشهر، لم تستطع إسرائيل أن تحقق أي من الأهداف التي أعلن عنها نتنياهو رغم إدراكنا، ولكن صرح بأن الهدف الرئيسي هو القضاء على حماس وأيضا إعادة هيبة إسرائيل مرة أخرى. هذا اعتراف بأن هيبة إسرائيل تزعزعت، ولكن أيضا يبدو أنه أيضا له استراتيجية جنونية إن صح التعبير، وأهداف ربما تكون شخصية لأغراض شخصية. يعني تحدث الأستاذ أكرم بما يتعلق بالأهداف الشخصية لنتنياهو وعدم رغبته بأن تنتهي هذه الحرب حتى يحقق مجموعة من الإنجازات، أو كما نسميها حتى يستعيد ثقة الناخب الإسرائيلي لإدراك نتنياهو بأنه لا يمكن له أن يكون رئيسا للوزراء، وبأنه سيسأل وسيحاسب وسيذهب بالنهاية إلى السجن خلف القضبان إذا لم يستطع استعادة ثقة الناخب الإسرائيلي، وهذا يتطلب العديد من القضايا. ولكن أنا أتحدث عن ما يريده حول الواقع الاجتماعي الإسرائيلي أو حول واقع دولة الاحتلال بما يتعلق بأنها عدم قدرتها على مواجهة أكثر من جبهة، سواء الجبهة الشمالية، جبهة قطاع غزة، ما يجري في الضفة الغربية، الجبهة اليمنية والعراقية. إذن حالة وجود حرب إقليمية أو سعي نتنياهو لحرب إقليمية هو لا يرغب بذلك، ولكن هو يريد استمرار تنفيذ مخططه المتعلق بالأراضي الفلسطينية بعملية التهويد والاستيطان في الضفة الغربية ومواصلة الحرب في قطاع غزة حتى يستعيد
ثقة نتنياهو الإسرائيلي، استطاع نتنياهو أن يرسل رسالة بأن إسرائيل صاحبة اليد الطولة من خلال عمليات الاغتيال التي قام بها، يحاول ترميم نظرية الردع الأمني الإسرائيلي من خلال القول بهذا الحديث. ولكن على أرض الواقع نحن نجد خلال أكثر من 10 أيام إسرائيل تعيش في حالة من التوتر، حالة من الملاجئ، إنشاء شبكات اتصالات جديدة، خسارة في الاقتصاد، حالة من الرعب، وكأن إسرائيل تنتظر متى سيكون الرد أو تريد انتظار الرد، ولجوء إلى سياسة الاغتيالات، مما دفع العديد من قادة الاحتلال والعديد من الوزراء مطالبة نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بأن تقوم هي المبادرة بتوجيه ضربة، أي بعملية استفزاز، وهو ما يجري اليوم في الساحة اللبنانية من عمليات اغتيال. قبل قليل كان استهداف لإحدى السيارات من خلال مسيرة، وهذه عملية الاستفزاز التي تريد إسرائيلية تريد كما نقول إيصال أو كما تفجير البالون الذي هو يشكل ضغط داخلي على دولة الاحتلال. ما يتعلق بالأوضاع الأوروبية، نحن نعلم جيدا بأن الأمن في المنطقة هو مرتبط بكل أمن العالم، وباعتبار المنطقة صاحبة المكانة الجيوسياسية هي تؤثر وتؤثر في كافة الدول العالم، وخاصة بأنها هي المنطقة الرابطة أو الخط التجاري الأول والأكبر والأوسع ما بين الشرق وما بين الغرب. هذا من جانب. من جانب آخر رأينا تطورات الأحداث الداخلية سواء على صعيد الاقتصادي، موجات الغلاء وما تتعرض له الدول الأوروبية من عملية الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة، علما بأن المصدر الأول للطاقة سواء للنفط ومشتقاته وللغاز في العالم بأسره هي المنطقة العربية. دخول المنطقة في حال من الحرب الإقليمية سيؤثر بالسلب على أوروبا. موجات المظاهرات والاختلاف داخل الدول الأوروبية، وخاصة ما تتعرض له الدول الأوروبية من أحاديث متعلقة بحقوق الإنسان، ما متعلقة بالديمقراطية، متعلقة بسياسات الأبرتايد والفصل العنصري، وعندما يتم السكوت على ما تقوم به دولة الاحتلال من جرائم أو من عمليات حروب، إذن هناك سيصبح حالة انشقاق ما بين المجتمع وما بين النظام الحاكم، بما يؤثر سلبا على الأوضاع للأنظمة وحالة الاستقرار داخل الدول الأوروبية. وجدنا الكثير من المظاهرات، حتى الأمر الذي دفع الحزب الحاكم حزب العمال في بريطانيا لسحب اعتراضه على مذكرات الاعتقال التي كانت قدمت إلى المحكمة الجنائية بحق كلان من نتنياهو وزير حربه جالنت، وهذا ما صرح به لامي وزير الخارجية البريطاني من سحب الاعتراضات ومن إعادة تمويل وكالة الأونروا في محاولة لكسر حالة الجمود أو كسر حالة الانشقاق التي أصبحت داخل المجتمع. وجدنا في بريطانيا يخرج أكثر من 400,000 متظاهر في يوم واحد، كذلك في كافة العواصم الأوروبية التي خرجت بالمظاهرات. ولكن هل أثرت على إسرائيل؟ يعني هل المظاهرات أستاذ أكرم التي خرجت في العديد من البلدان الأوروبية أو حتى اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين، إلى أي مدى أثر على إسرائيل؟ على المدى البعيد، ولكن ليس على القرارات اللحظية. بمعنى أن صورة إسرائيل، التراكم الذي تصنعه إسرائيل بخروجها من المنظومة الدولية وخروجها من الأخلاق الإنسانية، هذا منذ سنوات إسرائيل وهي تصنع أو تذهب إلى مساحات تصطدم مع الثقافة الكونية، يعني تعتبر حالها دولة غربية ليبرالية ثم تنقض على القضاء، تعتبر حالها نفسها دولة علمانية ثم تأتي بحكومة متدينين يستمدون برامجهم السياسية من التوراة، وهكذا متدينون حاخامات دولة متخلفة، هكذا حكومة متخلفة، بمعنى أنه، وهذا مقال الرئيس الأمريكي سابقا، أنه الفجوة الثقافية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تتسع، بمعنى أنه إسرائيل منذ فترة جاءت هذه الحرب لتضيف على صورتها التي كانت تتسع فيها الفجوة بينها وبين العالم الغربي، إبادة وقتل مدنيين وتجويع وترويع واغتصاب الآن، وبالتالي كل هذا ارتكبته إسرائيل. زاد من أزمة الصورة، خرجت الناس في الشوارع ليس للدفاع عن فقط الفلسطينيين ولا للدفاع عن حركة حماس، للدفاع عن منظومة قيم إنسانية اهتزوا عندما رأوا إسرائيل وهي تقتل الأطفال. هذا لن يؤثر على القرار، ما أثرش على القرار الأوروبي، يعني مثلا
ولا حكومة في أوروبا تبنت موقف، أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية موقف المتظاهرين، لكن أخذ بعين الاعتبار الثراء على بعض المصالح. ولإسرائيل خشية من هؤلاء المتظاهرين، لكن يدرك الجميع أن هذه مناخات الآن يتم صناعتها على مستوى العالم، هذه ستتحول إلى سياسة. بمعنى مثلا لم تخشر نائبة الرئيس الأمريكي المرشحة الديمقراطية تأييدها لهؤلاء الطلاب، هذا جديد، هذا لم يكن ممكن أن يحضر بالولايات المتحدة الأمريكية في سنة الانتخابات أنه حدا يؤيد مناهضين لإسرائيل وهو رشح على الانتخابات، يسقط فورا لا يجرى. هذه مرحلة، هذه فترة تزلف لإسرائيل. نائب الرئيس الأمريكي النائب المرشحة كاميلا هاريس مثلا استبعدت المرشح جو شابيرو واللي مؤيد بشدة لإسرائيل ورافض لطلاب الجامعات المتظاهرين، وجاءت بتيم ويلز الذي أيد وقف إطلاق النار ورفض ما يحدث في قطاع غزة وأيد المتظاهرين أيضا في الجامعات. بمعنى أنه هاي مناخات بتصنع، هذا يعني كسر حاجز الخوف على الأقل عند مرشحين أمريكيين. هذا مهم، يعني لم يتحول إلى قرار حتى اللحظة، لكن مهم أنه يدفع الأمور باتجاه أن تتحول على المدى البعيد إلى سياسة. أي مدى أوروبا تأثرت داخليا على مستويات عدة، وركزت على الشق الاقتصادي، هل برأيك ربما بعض الدول الأوروبية الكبرى يمكنها الضغط ليس فقط على إسرائيل ولكن على أمريكا لمحاولة تهدئة الأوضاع الحالية؟ لدكتور خليل أستاذ أكرم، ثم سأعود لأستمع لرأي حضرتك طبعا على هذه النقطة إذا أردت. تفضل دكتور خليل. طبعا التحرك الأوروبي يتجه إلى الضغط لإيجاد حل وإيقاف المجزرة، هم يسمونه وقف إطلاق النار لكن نسميه نحن المجزرة بحق أهلنا في فلسطين. ودعني ننوه فقط بشكل بسيط إلى الزميل من القاهرة حول موضوع أن نتنياهو لم يحقق شيء. دعونا ننظر بعيدا عن العاطفة، غزة ما الذي حققه؟ يعني باعترافه هو شخصيا هو لم ينجح عسكريا حتى الآن من القضاء على حماس، وأيضا هو ذكر لرويترز أنه يريد إعادة هيبة إسرائيل، هذا اعتراف يعني محو فكرة إسرائيل وهيبة إسرائيل. العديد من التصريحات، ليست هذه التصريحات ولكن أنا ذكرت هذه التصريحات لأنها الأخيرة ربما. تمام، أتفق معكم حول هذا الموضوع، ولكن هناك هدف مخفي وهو إفراغ قطاع غزة من أهليه، وهذا خطر يهدد أيضا مصر والدول المجاورة في موجة، في لحظة ما سيقوم، يمكن أن يقوم الاحتلال بضرب أو فتح فجوات في الحدود والسماح للمواطنين بالهجرة، وهذا خطير جدا على القضية الفلسطينية. هذا ما رفضه الفلسطينيين أنفسهم، هم يرفضون أن يتركوا أرضهم وبيوتهم. نعم، ولكن المجاعة والوضع والدمار الذي حل فيهم 40,000 ضحية وعشرات الآلاف من الجرحى وعشرات الآلاف أيضا تحت الأنقاض، عدة آلاف تحت الأنقاض، وبالتالي هذا وضع مأساوي جدا للفلسطينيين. ولذلك يجب التحرك باتجاه عربي متكامل. طبعا هو وضع مأساوي، لكن بالعودة إلى نقطة ما الذي حققه نتنياهو، ربما يبقى هذا هو السؤال. وأنا سأعود لأستمع إلى رأي حضرتك وإلى أيضا مرة أخرى دكتور جهاد وأستاذ أكرم فيما يتعلق بهذه النقطة، وأيضا فيما يتعلق بإمكانية ضغط أوروبا على الولايات المتحدة لأنها الحليف الأول لإسرائيل. العديد من الأسئلة في حلقة اليوم المطروح لنقاش، ضيوفي الكرام ابقوا معي وأيضا مشاهدينا، فاصل قصير ونعود لاستكمال هذا النقاش.
من جديد اهلا بحضراتكم في مطروح للنقاش، وعيد الترحيب من القاهره دكتور جهاد الحرزين استاذ القانون جامعه القدس، ومن لندن الاستاذ اكرم عطله الكاتب والباحث السياسي، ومن برلين دكتور خليل عزيمه الباحث الاكاديمي والمحلل السياسي المتخصص في الشؤون الدوليه. اليك دكتور جهاد مره اخرى للتعقيب على ما قاله منذ قليل قبل الفاصل ضيفي دكتور خليل عزيمه على فكره ان نتنياهو له اغراض ايضا وصل الى بعض منها، وما يحدث الان في غزة من انتهاكات جثيمة هذه أيضا من ضمن الأهداف والأغراض التي نجح فيها نتنياهو حتى الآن. يعني نتنياهو نجح في ارتكاب الجرائم وبأن يكون مجرما وأن يرتكب كافة الجرائم التي نص عليها القانون الدولي. نحن ندرك جيدا بأن ما أعلنه نتنياهو غير ما يخفيها أو غير ما يمارس على الأرض، ولكن حتى يطمئن الأستاذ خليل الشعب الفلسطيني الصامد متمسك بأرضه أيا كان من الدمار، وأنا على سبيل المثال وليس الحصر وكل أبناء الشعب الفلسطيني عندما طلبت من والدتي أن تأتي وأخوتي أن يأتوا إلى هنا قالوا رغم تدمير كل بيوتنا قالوا سنعيش في خيمة على أنقاض هذه المنازل ولن نترك أرضنا، وهذا حال كل الشعب الفلسطيني. أضف إلى ذلك ما يجري في مناطق الضفة الغربية من تحديات ومن مواجهة مع قطعان المستوطنين، أي بمعنى عملية التهجير فشلت، ولكن نقول بأن نتنياهو نجح في أن يدمر الشعب الفلسطيني، في أن يقتل، في أن يقتلع، في أن يجوع، في أن تتفشى الأمراض، في أن يعاقب الشعب الفلسطيني. موقف مصر واضح دكتور جهاد أيضا في هذه النقطة بشكل واضح وحاسم، ولذلك كان موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى من خلال وضع مجموعة من الضوابط والأسس التي تتمثل بضرورة وقف إطلاق النار، بإدخال مساعدات، برفض فكرة التهجير القسري، حتى أصبح الأمر الآن رؤية دولية وليس فقط، وهذا نتيجة الموقف المصري الحاسم والحازم الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي ولحقت به المملكة الأردنية، وكان الموقف الفلسطيني الداعم والمساند للموقف المصري. هذا الأمر الذي يدلل على أن نتنياهو مهما رفع من شعارات لن يستطيع اختلاع الفلسطيني من أرضه. هذا من جانب. من جانب آخر نتحدث عن نتنياهو والدور الأوروبي وما الذي فعله. اليوم إسرائيل بأسرها بكتابات كافة قادة دولة الاحتلال سواء من جنرالات متقاعدين أو من وزراء سابقين أو من شخصيات سياسية يقولوا بأن نتنياهو قد حمل إسرائيل وألقى بها إلى حالة من العزلة أو إلى التهلكة نتيجة السياسات التي أنتجها إسرائيل. لم تكن في يوم من الأيام متوقع أن تحكم أمام محكمة العدل الدولية. ولكن في هذه النقطة دكتور جهاد جمعية. وأنت أستاذ القانون جامعة القدس، وهناك العديد من العواجل نتابعها على الشاشة أيضا من ضمنها وأبرزها مصر، تصريحات سموتريتش المشينة مرفوضة شكلا وموضوعا وتعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وهذه التصريحات المشينة وعدم امتثال إسرائيل لأي قانون دولي ولا حتى بالحد الأدنى، أين القانون الدولي إذن دكتور؟ يعني أعتقد تصريح سوميتريش هو يشكل جريمة حرب، والذي دعا إلى أن يكون هناك مليوني فلسطينيين يموتوا جوعا أمر أخلاقي. هذا الأمر الذي يجب أن يحاسب عليه ويجب أن يتم استدعاه من قبل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، باعتبار أن تجويع شعب وحصاره هو عبارة عن جريمة حرب ترتكب، وهذا الشخص يدعو على العلانية. ولكن حول التساؤل أين القانون الدولي، نحن نعلم بأن إسرائيل لم تترك اتفاقية دولية أو معاهدة أو نص قانون دولي في القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني إلا واخترقت هذه الاتفاقيات، وهذا يعود إلى عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات، والجميع يدرك نتيجة الفيتو الأمريكي الحاضر في كل مناسبة يتم محاسبة دولة الاحتلال على هذه الجريمة. ولكن نحن أمام حالة من التحرك القانوني الدولي سواء بجريمة الإبادة أمام محكمة العدل الدولية، بمحكمة الجنايات الدولية، وإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال بالرأي الاستشاري الذي صدر قبل أسابيع من محكمة العدل الدولية، مما يرتب التزاما أخلاقيا وقانونيا على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات بحق دولة الاحتلال التي لم تمتثل إلى ميثاق الأمم المتحدة، لم تمتثل إلى الاتفاقات الدولية. يجب طردها من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن الأمم المتحدة، وخاصة أن صك الاعتراف بها أو قبول عضويتها هو مبني على شرط الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا من جانب. من جانب آخر عجز القانون الدولي هو يتطلب إعادة صياغة منظومة العلاقات والنظم داخل
الأمم المتحدة ووكالتها حتى لا تبقى إرادة المجتمع الدولي مصادرة أمام فيتو يستخدم من قبل الدول، إحدى الدول دائمة العضوية. ونحن نعلم حجم العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال، ولكن هذا الأمر لا ينطلي، أصبح لا ينطلي على أحد، بل سنجد كما قال الأستاذ زكريا سنجد على في المستقبل بأن إسرائيل تعيش في حالة من العزلة، وهذا يترتب عليه تفعيل نظام المقاطعة سواء على الصعيد الثقافي الأكاديمي السياسي الدبلوماسي الاقتصادي التجاري حتى تبقى في حالة من العزلة وتخرج كما خرجت من. وهذا يأخذنا مرة أخرى إلى النقطة التي كنت تريد التحدث فيها أستاذ أكرم، فكرة الفيتو كما استمعت إلى ضيفي من القاهرة هو مأزق، كيف يمكن الخروج من هذا المأزق ربما بطريق آخر، وهو كيف تملك أوروبا وهل تملك أوروبا أوراق ضغط على أمريكا لمحاولة الضغط على نتنياهو؟ شوف، القوة الكونية كلها تتوزع بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية طبعا بتفاوت. الصين يعني بالآونة الأخيرة بدأت تظهر. نحن نتحدث السياسة ممكنات، هي لا هي نداءات ولا هي نوايا، هي ممكنات وممكنات قوة اقتصادية وشرعية ومؤسساتية ومالية وبنوك دولية وغيرها وعلاقات. إسرائيل دولة معزولة في المنطقة برغم التطويع الذي حاولت أن تصنعه المنطقة، برغم علاقاتها مع الدول في المنطقة، يعني في اتفاقية رسمية مع الأردن لكن فيش تطويع مع الشعب الأردني، اتفاقية رسمية مع القاهرة ولكن الشعب المصري شعب له موقف حاد من إسرائيل. لأن كل زور القاهرة أسمع هذا تأكيد، الشعب المصري شعب حاد تجاه إسرائيل. وحاولت أن تخترق الخليج العربي أيضا، يعني لم يستطيع أن يجعل إسرائيل دولة طبيعية في المنطقة. منذ مبكرا أحيلت العلاقات العلمية والاقتصادية والثقافية لإسرائيل اعتبارها استثناء واحدة من دول الاتحاد الأوروبي. معنى إذا ما عدنا مثلا اتفاقية هورزون العلمية، إسرائيل جزء من أوروبا، وعندما هددت أوروبا بتعليق هذه الاتفاقية تدخلت الولايات المتحدة وصيبت إسرائيل بالذعر اقتصاديا وتجاريا بنكيا وماليا. أوروبا بالسلاح، الغواصات من ألمانيا وبريطانيا أيضا تمدها بالسلاح في مصانع لشركة ألبت موجودة في بريطانيا، فرنسا أيضا السلاح الفرنسي، نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية تكثف الأمر أكثر، تغطيها بالمؤسسات الدولية وتغطيها بالمال وتغطيها بالسلاح وتغطيها بالعلاقات، وتضغط على أي من يريد أن يضغط، وبتضغط على الدول العربية بتسلمها الدول العربية جاهزة للتطبيع. يعني في كرم زائد، الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة منذ أعوام كيف تؤهل السعودية لتذهب إلى إسرائيل بدون ثمن طبعا، بدون دولة فلسطينية وبدون غيره. طبعا الموقف السعودي موقف غير، يعني موقف غير، لكن كل هذا إذا ما سحب وتحول من امتيازات لإسرائيل إلى تهديدات ضد إسرائيل تستسلم إسرائيل. إسرائيل إنها دولة محتاجة مال ومحتاجة سلاح ومحتاجة علاقات ومحتاجة تشتري وتبيع وتسوق يعني وهكذا. هذه المسائل أنا أقصد تمتلك الولايات المتحدة وأوروبا في قرار واحد ممكن أن يضغط على إسرائيل، ولكن لا تريد ببساطة شديدة، وسوف أن أقول هذه المعادلة على وسيلة إعلام عربية، عود الرئيس الأمريكي دويت آيزنهاور عندما تقيمة إسرائيل فبكى الرئيس الأمريكي وقال لم أبكي يوم ضربت هيروشيما وناغازاكي اللي اليوم تحتفل أو تحيي ذكراها اليابان، بكيت يوم أقيمة إسرائيل. فذهب بالمواقف مع إسرائيل بعيدا. بقول واحد المستشارين يا سيادة الرئيس أنت تذهب بعيدا في تأييدك لإسرائيل، هذا قد يغضب العرب. رد الرئيس الأمريكي بالمعادلة القائمة حاليا إنه إذا أغضبنا العرب بندفعش ثمن، هذول مساكين، إذا أغضبنا إسرائيل بندفع ثمن بالانتخابات. العرب نقدر نضحك عليهم كلمتين، مساكين هذول بمشي الحال معهم، بس إسرائيل إذا غضبناها في ثمن. ليس هناك ثمن لغضب العرب، وهذا سؤال كبير. مش فقط ما هو كيف أوروبا تضغط، أنت سأليني كيف تضغط أوروبا أو هل يمكن الولايات المتحدة وكيف يضغط العرب؟
العرب عندهم غاز وعندهم بترول وعندهم اموال وعندهم صناديق سياديه وعندهم كل ممكنات القوه اللي جاءت الرئيس الامريكي قبل عامين الى المنطقه جاثما على قدمي بده رفع سقف الانتاج بالبترول وبده الغاز حتى يكسر روسيا في حربها، لانه اذا ارتفع دخول روسيا أيضا على الخط أستاذ أكرم يغير من المعادلة. ولكن دعني أذهب مرة أخرى إلى دكتور خليل. طيب دكتور، كيف ستتصرف أوروبا حال استمر التصعيد من قبل إسرائيل في لبنان؟ طبعا أوروبا بدأت في سحب أو إجلاء رعاياها من لبنان خوفا من عمليات أو وقوعهم في خطر أو تحت الخطر. أعتقد أن ليس هناك خيارات كبيرة أمام الدول الأوروبية، وخاصة الدول الأوروبية كما قلت منشغلة بأمور أهم بالنسبة لهم، أهم من الشرق الأوسط والحرب الدائرة هناك. هناك موضوع كما قلنا الموضوع الاقتصادي، المواطن الأوروبي يهمه ويريد أن يسمع من حكوماته ما يتعلق بالضرائب، ما يتعلق بفرص العمل، ما يتعلق بالهجرة الغير قانونية. هذه ما يهم المجتمع الأوروبي، هو يهمه مصلحته الأساسية. لكن الدول الأوروبية أيضا تحركت، لا ننسى الاتصال ماكرون بالرئيس الإيراني، وهناك يعني جهود كبيرة. دخول فرنسا فيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي في لبنان أيضا ورقة ضاغطة، إلى أي مدى ربما هذه الورقة الفرنسية تستطيع أن تحجم أمور التصعيد؟ طبعا هناك ارتباط تاريخي ما بين فرنسا ولبنان، ودائما فرنسا تعتبر نفسها احيانا انها وصيه او كاخت لبنان، هي كاخت صغيره عندها وتحاول التدخل في بعض الإشكالات لحلها. الآن تحاول فرنسا بشكل كبير كما قلت التدخل، وكانت الطلب الآن جميع الدول، يعني حتى الرئيس الروسي أرسل مبعوثه شويغو إلى إيران، وكانت الرسالة واضحة وهي الطلب من إيران بضبط النفس والرد بشكل منضبط. كلمة الرد بشكل منضبط هذه ليست فقط على لسان المبعوث الروسي، وأيضا جميع التصريحات الأوروبية والاتصالات الأوروبية مع إيران تتجه إلى الطلب برد منضبط. رد منضبط، وطبعا تأخر الرد الإيراني هو أيضا يصب في هذا المنحى لكي يكون الرد منضبط مع عدم جر المنطقة إلى حرب شاملة. وهناك نية، وإيران لا تريد أن تكون هناك حرب شاملة، وأغلب الدول كما قلت في المنطقة عدا نتنياهو هو الذي يريد أن يجر المنطقة إلى حرب شاملة. الدول الأوروبية أيضا تتواصل مع الولايات المتحدة، وهذا ورأينا تصريحات إيجابية من الولايات المتحدة حول موضوع إجراء اتفاق أو تمرير اتفاق ما بين إسرائيل وحركة حماس. وهذا أيضا يمكن أن يكون هذا التصعيد وهذه الزوبعة الكبيرة التي تنذر بحرب شاملة يمكن أن تكون تغطية، وهناك محادثات في مكان ما للتوصل إلى صفقة، لأن الولايات المتحدة تعي تماما أن المنطقة لن تعود إلى الاستقرار و الأمن إلا بإنهاء الحرب الغاشمة وحرب الإبادة التي تعرض لها أهلنا بغزة. لذلك هناك يعني ضغط أوروبي باتجاه الولايات المتحدة لتسرع في إنجاز هذه الصفقة ووقف إطلاق النار، وهناك أيضا اتصالات أوروبية، وهذا أيضا يصب في مصلحة إيران. وهناك أيضا بعض التصريحات، يعني دعني دكتور خليل وقبل أن أذهب إليك مرة أخرى دكتور جهاد، أذهب بهذه النقطة هذه المرة إليك أستاذ أكرم. يعني ذكر الرئيس القبرصي أن بلاده حصلت على طلبات من أكثر من 10 دول للمساعدة في إجلاء طارئ لرعاياها من لبنان حال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. إلى أي مدى تكشف هذه التصريحات؟ هل هي حالة من
فقط تنويها وربما الاحترازية، أم هناك بالفعل خطر ما؟ يعني المسألتين كل الدول تأخذ بعين الاعتبار مواطنيها، وهناك مواطنون كثر لهذه الدول في إسرائيل وفي لبنان، ما أعلنت أكثر من دولة عن جاهزيتها لإخلاء مواطنيها، والطلب من اليونان وقبرص باعتبارها الأقرب، ويمكن أن تتعطل المطارات، وحينها يصبح الإجلاء البحري هو الوسيلة الأمثل. هذه تعكس قلق واحتياط، ولكن تعكس أيضا شعور بأنه ربما سيناريو الحرب وهو سيناريو قريب، ولم يعد في إطار التهديدات ومحاولة ثني الأطراف لاتخاذ موقف، تجاوزت الأطراف الموقف. ماذا تريد؟ ماذا يمكن أن تقدم إسرائيل؟ المطلوب الإسرائيلي، يعني دعينا نفتفت المسألة بشكل هيك تفتيتي، المطلوب من إسرائيل وقف الحرب على قطاع غزة. إسرائيل لا تريد وقف الحرب على قطاع غزة لاعتبارات تحدثنا بها طول العشرة أشهر الماضية. إذن هل تقبل إيران وحزب الله ألا ترد بأقل من وقف الحرب على قطاع غزة؟ ماذا يمكن أن تقدمه إسرائيل من تنازل لإيران وحزب الله حتى لا يردوا على ضربتها؟ وبالتالي الثمن الذي يطلبونه تعتبر إسرائيل كبير. إسرائيل لا تريد أن تتنازل، وهي من قامت بضربة بهذا الحجم بالاغتيالين في طهران وبيروت، وغير مستعدة لتقديم تنازل يمكن أن تقبل به. لم تطلب إيران ولا حزب الله، يمكن أن تقوم كل الأطراف أن تعرض إيران وحزب الله على القبول بها. وبالتالي يبدو الأمور أنه أقرب للتصعيد. لهذا تصبح موضوع الإجلاء موضوع أكثر جدية من افتراض نظري أو تحسبا. صحيح. في كلمة أخيرة في إيجاز شديد دكتور جهاد، هل لك أن تعقب تعقيب أخير؟ إذا الذي هو اليوم إيران تريد أن تجني الثمن، والشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن بما يتعلق بهذه الحرب، ولذلك أعتقد بأن ستكون هناك ترضيات من خلال المفاوضات التي تجري عبر الوسطاء، وعلى رأسها دولة عمان التي تجري مفاوضات ما بين الإدارة الأمريكية والأوروبيين وإيران. شكرا. فيما يتعلق بالملف النووي وغيرها من الملفات الأموال المجمدة. بشكركم ضيوفي الكرام من القاهرة، دكتور جهاد الحرزين أستاذ القانون جامعة القدس من لندن، السيد أكرم عطل الكاتب والباحث السياسي من برلين، دكتور خليل عظيمة الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي المتخصص في الشؤون الدولية. شكرا لكم ضيوفي الكرام. قبل أن ننتهي من حلقة اليوم، لابد أن نذهب أيضا إلى مدينة نانت ومراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير، مراسل القاهرة من نانت. المنتخب الوطني المصري الأولمبي يواجه نظيره المغربي من أجل البحث عن برونزية كرة القدم في أولمبياد باريس. هذه أول مرة منتخبين عربيين في منافسة على البرونزية، لذلك كيف تبدو الأجواء في نانت لديك خالد؟ نعم مارينا، بعد التحية، أجواء ساخنة ليس فقط من الطقس ولكن أيضا من الجماهير المحتشدة وأيضا من قوات الشرطة، والحقيقة التي قامت بمنعنا من الدخول ببعض من الأدوات التي يتم استخدامها لتثبيت الصورة وغيرها. ولهذا نحن الآن متواجدين في استاد لابجوار. الجماهير المغربية تريد الفوز لفريقها، الجماهير المصرية بالتأكيد أيضا تريد الفوز لفريقها. الأجواء هي حميمية للغاية بين الجماهير، هذا ما نستطيع القول. هناك ديما مغرب وهناك تحيا مصر في المدرجات. وقبل بداية دقائق قبل بداية هذه المباراة التي تشاهدينها من خلف أجواء يعني جماهير كبيرة وكثيرة جدا وبصفة خاصة أرى أنه ليس فقط جماهير عربية خالد، يبدو أن هناك جنسيات متعددة أيضا. بالفعل هناك جماهير فرنسية، ولهذا يعني حاولنا نسألهم لماذا تواجدهم، قالوا نحن متواجدين لإنجاح الألعاب الأولمبية، ولهذا حرصنا على التواجد داخل هذا الاستاد. نستطيع القول أن استاد لابوجوار فيه حوالي 35,000 متفرج اليوم لمتابعة هذه المباراة التي سيفوز بها الفريق الأفضل أو الذي يستحق
الفوز أو الذي عنده أكثر من التوفيق مارينا. ولكن هو الإنجاز التاريخي للفريقين العربيين بالطبع، الوصول إلى هذه المنافسة على البرونزية خالد في أولمبياد باريس بالطبع سيكون ماتش له أجواء خاصة. أعلم جيدا أنك كان لديك بعض التفاصيل في الكواليس، كنت متواجد في فندق اللاعبين، كيف كانت الاستعدادات الأخيرة، ربما النصائح الأخيرة للفريقين العربيين؟ الحقيقة كانت هناك نوع من التكتم وهناك نوع من التركيز، تم منع الصحفيين من الاقتراب من اللاعبين، هناك أجواء شديدة التركيز نستطيع القول، هناك حرص من اللعيبة بأنهم يحصلوا لمصر على الميدالية، عارفين أن هناك أكثر من 120 مليون مصري يتابعهم. المباراة حسب جريدة ليكيب ستكون صعبة على الفريقين، المنتخب المغربي يقال أنه صاحب هجوم قوي، والمنتخب المصري أيضا يؤكدون على أنه صاحب دفاع قوي، فالمباراة ستكون بين دفاع وهجوم. ذكرت خالد الآن الصحف الفرنسية، يعني يبدو أن الصحف الفرنسية والإعلام الفرنسي والغربي يركز على الفريقين العربيين الذين استطاعوا الوصول إلى هذه المرحلة القوية من المنافسة، كيف رصد الإعلام الفرنسي الفريق المصري والمغربي؟ هي كانت هناك تصريحات من تيري أونري وهو مدرب الفريق الوطني الفرنسي، أكد على أن المنتخب المصري منتخب قوي، وأكد على أن الكرة الإفريقية والمغربية والمصرية في تطور رهيب، وهذا يدل على ما وصلنا إليه الآن أو ما وصلت إليه الآن القرى الإفريقية والقرى العربية من أجواء ومن تحديات وصلت بها إلى المرحلة أو إلى هذه المرحلة في الفترة الماضية، كانت لا غالبا بتخرج هذه الفرق من الأدوار التمهيدية مارينا. أنت ترصد بالطبع الأجواء داخل الاستاد والاستعدادات، ولكن أيضا بالتأكيد في الشوارع بشكل عام. خالد هل أنت معي الآن أم ربما تريد أن نرى بعض المشاهد من أمام الاستاد؟ فقط ايوه، اريد فقط تثبيت الكاميرا، لان كما اشرت الحامل الخاص بالكاميرا تم مصادرته مني، تم التفتيش بطريقه يعني كبيره جدا منعا لحدوث اي توترات، ولهذا هناك صعوبه في عمليه النقل، ولكن سنستطيع التغلب عليها ان شاء الله. كنت خالد سريعا وفي اجاز واخيرا عن فكره ايضا الجاليات العربيه وكيف تبدو الاجواء خارج الاستاد استعدادا لهذا الماتش الهام. الحقيقة مارينا أنا يعني كنت جاي من باريس في أحد القطارات، وكانت العربة التي متواجدة فيها عدد كبير جدا من المغاربة، والحقيقة كانت أجواء جميلة جدا، ورصدنا أيضا بكاميرا القاهرة الإخبارية بعض من هذه الأجواء والأمنيات بمباراة قوية. الجالية المصرية أيضا بحافلات أتت من باريس وبعض المدن الفرنسية، نستطيع القول كانت أجواء رائعة، المصريين يريدون الفوز بالميدالية البرونزية، المغاربة أيضا يريدون الفوز بهذه الميدالية، ولهذا نحن اليوم هنا في استاد لبوجوار، كاميرا الطائرة الإخبارية متواجدة ككل المباريات، كما كنا متواجدين في مارسيليا ومن قبل في مدينة نانت وفي مدينة بوردو وأيضا في مدينة ليون الفرنسية، نستطيع القول أننا أمام مباراة قوية وتاريخية سيفوز من خلالها الفريق الأفضل الأكثر سيطرة والأكثر قدرة على التركيز. فريقين عربيين، مباراة هامة، والفوز لفريق عربي أيضا بطبع. سنتابع معك الماتش والمباراة والأجواء بعد هذه المباراة الهامة. أترككم مشاهدينا بالطبع، سأشاهد أنا أيضا هذا الماتش والمباراة الهامة. كنا مع حضراتكم وكانت هذه حلقة من مطروح للنقاش، شكرا على لطف المتابعة، كنت معكم مارينا المصري وإلى اللقاء. We'll be right back.